انتي اسمك ايه يا حلو؟ تميمة. امال اهلك فين؟ انا ماليش اهل. انا عايزاكي معايا، عارفة لو بقيتي معايا هتعيشي العز والهنا كله، هخليك تتربعي فوق رقاب الناس دي كلها، بس اهم حاجة تسمعي كلامي، تبقي من ايدي دي لايدي دي. احكي لي بقى يا حلوة حكايتك من طقطق لسلام عليكم، وانا هفهمها كلمة كلمة وحرف حرف. انت فاكرة المكان اللي حطك فيه؟ ايوه فاكرة. حلو الكلام. انت عارفة يا تميمة، انت بدر البدور، قمر منور. عارفة لو سمعتي كلامي هتشوفي العز والهنا كله، بس زي ما قلتلك ما تناقشنيش في حاجة من ايدي دي لايدي دي. مش فاهم. انا هفهمك بس نتفق، وشوفي الشيخة نونة هتعمل معاكي ايه. انا اقول لا ليه؟ انا عمري ما قلت على حاجة في الدنيا دي لا. اهم حاجة ان انا اخلص من جابر. جابر ده مين؟ ده انا اجيبهولك راكع يبوس رجليكي. يبوس رجليا؟ قولي اه وشوفي الشيخة نونة هتعمل معاكي ايه؟ اه ايوه. انا هسيبك تستريحي شوية. تموت نفسها في أي وقت. شكرا. صباح الخير يا مريم. صباح الخير يا استاذ امير، ازيك عامل ايه؟ استاذ امير؟ يعني انا بقول لك يا مريم تقولي يا استاذ امير؟ تحرجيني يعني؟
صحيح تميمة عاملة ايه؟ لقيتها؟ لا، بس لقيت جوزها اللي اسمه جابر وسألته عنها، قال لي بعد ما هربت ما يعرفش عنها اي حاجة. حرام مسكينة، حاول تساعدها وتدور عليها. ان شاء الله هلاقيها بإذن الله. هي رايحة فين كده على الصبح؟ مفيش، بتمشى كل يوم الصبح الكافيتيريا هنا، بشرب شاي واقعد اقرا شوية. تحب تيجي معايا؟ بس انا خاف ازعجك. جربها؟ اجربها طبعا، اتفضل. خد علي كل يا حاج. معلش مفيش حاجه اسمها كده، لازم تاكل. مفيش لبس دقيق، انت ما اكلتيش حاجه من الصبح. امسكي يلا كلي ده. بس مش عايزه يا علي، مش عايزه. انا مش فاهمه بس، هو ليه ربنا بيعلي الناس دي فوق رقابينا ليه؟ عشان اهالينا غاويين فقر، سلمونا للدنيا عريانين زي ما اتولدنا بالظبط. ولا عشان فهمونا الدنيا مش زي حقيقتها، قالوا لنا ان احنا لازم نبقى طيبين ونبقى كويسين، وان لو حد اساء لينا ما نودروش الاساءه، وحتى لو حد سرقنا نقول له الله يسامحك. علمونا ازاي نبقى طيبين على طول، وان احنا دايما نعمل الخير عشان نلاقي الخير. كلام، كله كلام، اتربينا على الكلام وعشنا في الكلام، انما الحقيقه ان احنا لما بنقع هي دي اللحظه الوحيده اللي بنحس فيها. انا عايزه اروح، تيجي عليك باتي معايا، انا مش عايزه ابقى لوحدي. ماشي. طب يلا اوصلكم. لا لا، ما تتعبش نفسك انت، لو عندك مصلحه روح اعملها. مرايه بنت فيه، يلا. انت بتغني من زمان يا مرايه؟ أنا في كورال الكنيسة من وأنا صغيرة، لو تحب تسمعني بقى تعالى، ولا أنت مش هتحب؟ لا لا لا، أحب طبعًا، يا ريت. أنا عرفت من تميمة إن أنت كنت مسافر برا مصر. كنت مسافر برا ومش ناوي أرجع برا تاني. إيه، بتحب مصر قوي كده؟ ولا كان في حد هنا لازم ترجع له؟ لا لا لا، مش للدرجة دي. تصوري يا مريم، أنا عمري ما مريت بتجربة حب، حتى في مرحلة المراهقة بتاعت ثانوي. تخيل، ولا أنا؟ بس اصحابي كلهم حبوا، وانا عشت قصصهم دي، كنت انا المستشار العاطفي بتاعهم لحد ما نسيت ان انا اعيش القصه بتاعتي. او يمكن ما لقيتيش حد شبهك تحبيه. عايز الحقيقه، كنت خايفه يعني الفتره دي، كنت متعقده شويه، كنت فاكره ان بابا ما حبش حد غير ماما، بس اكتشفت ان هو حب مراته الاولانيه حب كبير جدا، لدرجه انه حط صورتها في الصاله جنب صوره ماما. بصراحة اتصدمت في مفهوم الحب والإخلاص لواحدة بس طول العمر. بس انتي قلتي قبل كده ان انتي ما عندكيش اي مشكلة. لا، كنت بكذب في الحقيقة.